السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. المهم اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوى بسيطة وبمكونات متوفرة في كل بيت. المهم المكونات ديالها راه بساطين وكتعطي كمية وفيرة. المهم دابا غادي ندوزو للمقادير ان شاء الله، وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وما تنساوش لايك. ندير واحد الحلوى، هاد الحلوى كنديروها من زمان. المهم لقيت العيالات الكبار كيديروها. المهم الحلوى ديال الزيت والبيض صافي والسنيده، هادشي اللي فيها. المهم بغيت نكثرها شويه، درت هنا 5 ديال البيضات. غادي نضيفو زلافه ديال السنيده حيت هما تيعبروا بزلافه، وغادي نخلطوها مزيان حتى تدوب لينا السميد، عفوا السنيده دغيا كتمشي ليا الله يستر. وغادي نديرو شويه ديال القشور ديال الليمون، انا عندي هادو يابسين. المهم العيالات كيحكوا الليمون النيت، انا راه صايبت هادو في الدار يبستهم. وعاد غادي نديرو الزيت حتى هي باش ندوب كلشي بقطره واحده، لا السنيده لا. المهم نخلط هادشي كامل، والدقيق كيبقى على حساب الخليط والبيض وهادشي كامل. والخميره غادي نديرو خميره واحده، وغادي ندير ليها شويه ديال حبه حلاوه والنافع. المهم هادشي مطحون غير واحد المعلقه صغيره هكا. وصافي دابا غادي نبقاو نضيفو في الدقيق، كنحصلو على القوام اللي بغينا. دابا غادي نضيفو خميرة. المهم دابا غادي تكمل العجينه وغادي نتلاقاو باش نشكلو الحلوه ديالنا ان شاء الله. المهم العجينه ديالنا واجده، تنشكلوها دابا، تنصيبو كويرات بحال هادو، تنحطوهم في الطاوه مدهونه بشويه ديال الزيت، وغادي نستمر. المهم غادي ندير واحد الطاوه ديال هاد الكويرات، والطاوه اخرى غادي نديروها بشكل اخر ان شاء الله. المهم الحلوه ديالي زيد كملتها وزينتها هادي زينتها بالشوكولاتة والكاكاو والكاوكاو مهرمش، وهادي هاد الشكل ديال الهلالات زينتها حتى هي بالشوكولاط والكوك الخضر والحمر. ايوا كنتمنى تعجبكم هاد الحلوى. المهم راه كتعطي كمية كتيرة، غير انا غير صورت غير هادو وباقي كمية اخرى. ايوا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تبخلوش عليا باللايكات وشي كومونتيرات زوينين من عندكم. ايوا تهلاو في ريوسكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله مع وصفه اخرى باذن الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.